كيفاش نعرف صافي هادشي علاش كتكره الاسلام؟ الاسلام اش انا شوف شكون اللي كيطلع فاش كنكره انا الاسلام فاش كنكره انا الاسلام اش من بلاصه في لوكوغ ديالك كضرك الاخ باش نعرفوا فين كيكون عندك مشكل. كنقول لك كنكره الروح ديال النهار اللي دخل فيه الاسلام للثقافه ديالي يعني قبل ما نزاد كره هذا الاسلام. اصله بنو كلاب اللي اصله يا من بنو كلاب وولد 4 سنوات بعد وفاة أبيه ومات دين أمه بحال الفار مسموم. شكون كيموت مسموم؟ الفار هو اللي كيموت. دفاك كتموت مسموم دفاك إزدس واش محمد واحد عندهم المسيحية قال لك هذا جاع طلع للسماء كاع هو ما ماتش. جاء الإسلام قال لك هذا قتلو نزل عليه الوحي في غار ومات في عيا الفار ما عيا الغار ودفنو خانز بيان ليها وتفخ خرا ورا عمي خي ديال الصحراء عايش في الصحراء. شنو الفرق بينك انت وبين داك اللي كيعبد قرعه ديال كوكا ولا حاط شي فيل كيعبدو ولا شي طوبه؟ على الاقل الفيل والطوبه ما كتقولش ليها كيفاش غتفرق الورد ديالو. جينا حنا تابعين شي شماكريه في الصحراء دين ما فيك انا غريبه صاحبي غريب ان الغرب ما قراوش لهذا الخينا ما قراوش كيقراو كل شيء كيسدو دين امهم ماشي لغه ما عمهم شافوها. مشاو عند الاشوريون والسريانيون والبابليون وشدوا والفراعنه وشدوا اللغه ديالهم وقراو دين امها اللغه وفصلوها وفهموها وكل شيء. كتجي تال الاسلام تيقول لك الاسلام اخرى ما عندنا ما نجيبو منه راه ما كاينش شي حاجه اللي غادي انفيستيو في هذا الشيء ديال لي ريشيرش ديالنا ما يمكنش لنا نحطو فيه الفلوس حيت ما فيهش. فهمتي بحال ديتي شي واحد الشقون قلتي لي بدا تحفر باش تلقى البترول تيقول لك راه ما كاينش البترول ما غاديش نحفر. دونك نفس الشيء الناس اللي كيديقوا في العلم كيقلبوا على العلم فين كاين. يقدر يمشي عند شي دوده ولا عند شي سرق الزيت ولا عند شي شجره ولا عند شي سحابه ويحللها ويلقى فيها شي حاجه يستافد منها. اوكي وداروها الانسانيه قلبوا الحيوانات كل شيء الحيوانات وكاع الحيوان والنباتات اللي كنعرفوا عندنا لهم تاريخ ديالهم عندنا ماشي حنا هما كيعرفوا على كل شيء. كيجيو حتى الاسلام ما بغاو يعرفوا عليه والو. تقدر تحط ليه نمله يقول لك هاد النمله انا مستعد نعيش معها 30 عام نتبع فين دخلوا فين كيعيشوا ونشوف اش كياكلوا نعيش كل الحياه ديالي كلها نديرها على النمله نمله. الا انا كنكره الاسلام مش من بلاصه في لوكوغ ديالك كضرك. اوكي كتكره الاسلام حيت الاسلام عطى الحياه ديالك اون ديريكسيون ما عمرك تي غادي تعرفها لا انت لا والديك لا جدودك لا المجتمع ديالك. خداك واحد لا ديريكسيون ما عمرك غادي تعرفها. علاش كتكرهها؟ انا تمنيت كل ما عمرنا عرفت بان محمد كان اكبر ولد القحبه كتعرفوا لي ما استغفر يا صاحبي تمنيت عاد سكت تاع قحبه ديال العراقيين. علاش انت اصلا كتهضر مع صدام والخرا؟ صدام مات دين امه بحال مات نهار عيد الاضحى بحال الحولي حتى هو ذبحوا دين امه قادر صدام. الإسلام كارثة، الإسلام مصيبة. عندنا مجتمع كله مريض، مجتمع كله مريض. المرأة مريضة قلبها طيب كتولد لك بنادم مريض. ثقافة جد متخلفة جد بدائية جد همجية جد 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 من هنا حتى كل شيء مقود. السبب هو الإسلام اللي وقع في التاريخ. الإسلام هو الفونداسيون ديال الدين وعندنا الثقافة يعني العادات والتقاليد. دابا العادات والتقاليد تهما ولاو كونتاميني بالإسلام ولاو العادات والتقاليد تهما مقدسة بحال الإسلام. ها هادشي راه في التاريخ. أنا الختان ما كاينش في القرآن والختان امبيراتيف في الاسلام. علاش؟
حيت الثقافه ولات مقدسه، ولينا كنديروا الكسكسو كيعني مقدس. فالكشور الكسكسو، الكسكسو كيعني نهار الجمعه، الكسكسو كيعني الصلاه، المد الناس غادي للجامع. اوكي، ولا عندنا الكسكسو حتى هو مقدس. ولا غندير لك واحد لا ليست ديال الحوايج اللي عندنا في الثقافه ديالنا لا علاقه لهم بالاسلام وما يمكنش نغيرهم، ولا شي حاجه مقدسه واللي ما دارهاش كنبدوه. اوكي، علاش؟ حيت حنا في الاساس ما كنعبدوش واحد، كون غير كنعبدو واحد الصنم او لا واحد الحيوان او لا واحد السين او لا واحد الطاهره البراكين او لا الزلازل، كنعبدو ثقافه يعني. وتيقول لك لا حنا راه ما كنعبدوش محمد. الى واحد الانسان كان كيخرب واحد الطريقه وانت خصك في حياتك تخرب حاله وكتعتبر هذه ماشي عباده، انا بغيت نعرف اشنا هي العباده، اشنا هو التأليه. طبيعي الا انت الله ما كتعرف عليه والو، لحقاش باش تعطي لواحد الحاجه واحد لا ديفينيسيون، خصك تكومباريها مع شي حاجه اخرى. مثلا بغيت نوصف لك شي حاجه، بغيت نقول لك حمراء، خص يكون عندي الحمار، خص يكون عندي الكحال والبياض والصفار والخضار والزرق، باش فاش نقول لك حمراء الحمر غادي يعني شي حاجه. ولكن الا العالم كله حمر وقلت لك واحد الحاجه حمراء، باش غتعرفها حمراء؟ مايمكنش غادي تعطيها اون ديفينيسيون، مايمكن تعطيها حتى شي ديفينيسيون. الحاجه اللي عندها وجود يونيك يعني كاين غير بوحده، ما كاينش عندها تاني، ما كاينش جوج منها، ما كاينش شي حاجه بحالها واتسويفر في جميع الصفات، ما يمكن تعطيها حتى شي صفه. اوكي، علاش؟ حيت ما يمكنش تعطي حتى شي حاجه شي صفه الا الا كانت كتعيش في واحد النسق اللي تكومباريها مع شي حاجه اخرى. اوكي، واش اللي عندنا العلاقه اللي عندنا مع هذا الاله؟ ما كنعرفوا عليه ناثين. اولا كلنا ما كنعرفوش واش كاين ولا ما كاينش، كلنا ما كنعرفوا، ما عندناش واحد الحقيقه انه كاين او لا ما كاينش. كلنا كنوقفوا ان كنبقاو نشوفوا تنقولوا وي دونت نو، ما عرفناش واش كاين ولا ما كاينش. داكشي علاش فاش خلقنا واحد العلم اللي عنده علاقه به سميناه معتقد، وي جاست ثينك وي نوت شور. اوكي، اذا عندنا واحد الحاجه اللي ما كنعرفوا عليها حتى شي حاجه، وعندنا واحد الانسان كيقول لنا كل شيء داكشي اللي عنده علاقه بهذيك الحاجه اللي هو محمد. عندنا الله خالق المجرات، ما كنعرفوا عليه والو، ما كنعرفوا عليه واش كاين ولا ما كاينش. ا بيج ديفرنس بيتوين كاين وما كاينش، واحد لا ديفيرونس كبيره ما بين كاين وما كاينش. ولكن هذا الجواب لهذا الكيستيون الكبيره ما كنعرفوش، كيجي ودابا ولينا كنعرفوا عليه بزاف. عندنا ليه 100 سميه، وعندنا ليه اليدين والرجلين وخلقناه. شكون جاب لنا هذا الشيء؟ جابوا لنا محمد. دابا القدسيه خصك تلصقها في شي حاجه ماتيريال، ما يمكنش شي حاجه ما كتعرف عليها والو تكون مقدسه، ما يمكن تكون مقدسه الا فاش كتعطيها صفات، وصفات ديال العظمه على جميع المستويات، في القهر وفي القتل وفي كل شيء، خص يكون عظيم في كل شيء. اوكي، دابا فين غادي نلصقوا هاد القدسيه؟ الى واحد الاله ما كنعرفوا عليه والو، وعندنا اون بيرسون سميتها محمد كتعاود لينا كل شيء داكشي اللي عند الاله، بطبيعه الحال القدسيه ديالنا ما يمكنناش ناطاشيوها للخالق حيت ما كنعرفوا عليه والو.
وما كنعرفوش واش كي اكزيستي. ولا سول غولاسيون اللي عندنا مع الخالق هو محمد، وهذيك القدسيه كلها اللي كان كيعاود محمد على الخالق ولا ترجع هو اللي ولا مقدس. لحقاش لا رياليتي الاله الا كان غادي يكون بوحده، ما غيكون عنده حتى شي واحد كيشبه ليه، اذا ما يمكنش تكون عنده واحد الصفه. جاء محمد عطانا الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم المهيمن القهار كاع داكشي. اشنا هما هاد الاسماء هادو كلهم كتعني محمد القدسيه ديال، يعني شي واحد مقدس. دابا هذيك القدسيه ما تقدرش تلصقها في خالق هذا الوجود، اذا انت ما كتقدسش خالق هذا الوجود. علاش؟ حيت خالق هذا الوجود اصلا ما كتعرف عليه والو. اذا هذيك غادي يوقع واحد ترانزيسيون ولا واحد سويتش ديال القدسيه من عند خالق هذا الوجود، خاصها تلاح في رقبه محمد او لا في رقبه اي واحد عاود لك على خالق هذا الوجود. اوكي، يعني هذاك الناراتور اللي كيعاود لك على خالق هذا الوجود كياخذ الحصه كامله ديال القدسيه اللي كان على خالق هذا الوجود خصو ياخذها. ولكن بما ان خالق هذا الوجود ما كنعرفوش عليه والو، ما كنعرفوش واش كاين، وما يمكنش يشترك معنا اي صفه من الصفات، ما يمكنش. اذا هذه القدسيه فين خصها تمشي؟ خص الانسان اللي قال لك على المقدس هو اللي كيعود عندك مقدس، حيت عندك فيك واحد الشحنه ديال القدسيه كبيره، ولكن ما كاينش واحد لو سوجي اللي تلصق ليه هذيك القدسيه. اذا القدسيه غدوز ديريكتومون لمحمد، والدليل على ذلك انك تعير الله عندنا عاديه فاش كيتعير الله، ولكن فاش كيتعير محمد عندنا مشكل كبير، حيت عندنا واحد علاقه رومانسيه مع محمد. ما يمكنش ان محمد كيتقال في المغرب وفي الدار ديالكم وفي بيت التي في ديالكم، وفاش كيتزاد بنادم وفاش كيموت بنادم وفاش كيمرض بنادم وفاش كتصب الشتا وفاش كيفيق بنادم، والنهار كامل عامر محمد، فاوتوماتيكمون انت غادي تربي عليه الكبده وغادي تكون عندك معاه واحد العلاقه رومانسيه. وهذا الشيء اللي وقع، ولا عندنا واحد اون فوا كتقول لي ان بامي كيموتوا على محمد، اذا اوتوماتيكمون انا خصني نموت على محمد. إذا كان دوك لي سونتر دوتوريتي اللي عندك في المجتمع إذا كيأمنوا بواحد الحاجة، إذا أنت خصك تألها. وهذا الشيء اللي وقعنا في المجتمعات ديالنا، فاش كتزاد في واحد المجتمع كتقول أوكي، كتمشي المجتمعات كامل تيقول لك شكون هو العزيز، كتقول ليه با أمي، كتقول ليه شكون خر، شكون اللي عزيز عليك أكثر من با أمك، كتقول ليه ما يمكنش، ما كاين حتى شي واحد اعز ليا من باه. ولكن الا مشينا حتى عند المسلم، المسلم كيعرف بان باهم متهما عندهم شي واحد عزيز عليهم، فهو اوتوماتيكمون غادي يقول لك داك الشيء اللي عزيز على والدي، حيت والدي هما اللي كيبغيو ليه الخير ويحبسوا عليه الضرر. اوكي، اذا هنايا اشنا هو الحاله اللي كنعيشوها اكتويال؟ احنا كنعبدوا محمد. علاش؟ حيت واحد البين اللي ما يمكنش تلصق ليه اي صفه. تخيل انت مريح في واحد الكوكب فيه كاينين بحالو شي 6 بليون، ماشي 600 بليون. انت مريح في واحد النجم كاين منه 600 مليار على الاقل، والونيفير كيتوسع بواحد السرعة أكبر من سرعة الضوء. أوكي، تخيل كتعيش في واحد الونيفير كبير، وتخيل أنت مريح في واحد الكوكب صغير
الا تحيد المجموعه الشمسيه ديالنا تحيدات من الوجود ما غادي تخير فيه حتى شي حاجه، حتى في الوزن ما غاديش تغير. تخيل انت مريح في واحد الكوكب صغير وكتظن بان الصفات اللي عندك في هذاك الكوكب تقدر تعطيهم دير لهم واحد الاكستنسيون، انه الله حتى هو خصو نقولوا عظيم. فاش كتقول عظيم وانت كتنتمي لواحد الكوكب صغير، واش هذيك عظيم كتعني العظمه ديال هذا الخالق؟ ما عمرك غادي توصل العظمه العظيم بهذيك العظمه اللي كيستحقها الا كاين شي خالق. اذا حتى فاش كتبغي توصف الخالق انت غير مؤهل، تني با كاليفيي باش ديفيني الخالق، حيت لا ديفينيسيون ديالك ديما غتبقى قاصره. داكشي علاش فاش كنرجعوا عند قريش كنلقاهم قالوا شي حوايج غبيه على هذا الاله ديالهم، شي حوايج طايحين على، حيت ما قدروش يخرجوا من البدائيه ديالهم. ها يعني ان الدين الاسلامي كيعبر على البدائيه والجهل والهمجيه ديال الناس اللي جابوا الدين اللي هما محمد والصحابه اللي معاه. اوكي اذا هنا فاش حتى فاش كتشوف دابا كتقول الانسان واحد الانسان انا ما بقيتش مسلم، كتعني اوتوماتيكمون انت ملحد ياك. كتقول كيقول كتقول يا انا ما بقيتش مسلم، كاينين بزاف ديال لي بوسيبيليتي، ولكن هو يقر ان انت ما وليتي ملحد. كيف رد عليك اوتوماتيك؟ علاش؟ حيت في لانكونسيون ديالو عنده بان التوحيد ووجود الخالق رهين بوجود محمد. في الاسلام ما يمكنش يكون وجود الخالق بلا ما يكون محمد معه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وعندنا دوزونتيتي، عندنا الله وعندنا محمد، ولكن كتسمى التوحيد، والتوحيد فيه ديال دوزونتيتي محمد والله. وفي الحقيقة التوحيد راه هي أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. وأشهد أن محمد رسول الله نورمالمون خصو يتسمى الشرك. دابا ولا وجود الإله رهين بوجود محمد. إلا ما كانش محمد في الفورميلا ما غاديش يكون الإله وجود. لذلك فاش كتهضر مع المسلم وكتقول له أنا خرجت من الإسلام تيقول لك أنت ألحدت، ولكن فاش كتخرج من الإسلام كتعني خرجت من الإسلام، ربما غادي تدخل المسيحية، ربما غادي تدخل اليهودية، ربما غادي تمشي شي نوع ديال المسيحيه، ربما شي نوع ديال اليهوديه، ربما غتولي اغناستيك، ربما غتولي لا ادري. كاينين بزاف ديال لي بوسيبيليتي، ولكن هو انكونسيامون كيقول لك نتايا اذا انت لحدتي. علاش؟ حيت المسلمين كيعبدوا محمد. ما تقولش ليا شي واحد كياكل بواحد الطريقه خصك تاكل بالطريقه ديالو ما كتعبدوش، ما يمكنش. واحد الانسان عاش حياته كلها بواحد الطريقه، وانت يا بغيتي تعيش حياتك كلها بنفس الطريقه اللي عاشها بهذاك الانسان، اذا انت باغ ديفينيسيون اي باغ نيسيسيتي انت يا عبد ديال هذاك الانسان، حيت انت يا ما يمكنش تبني الثقافه ديالك كيف ما بغيتي انت. إذا أنت عبد والإله ديالك هو محمد، حيت ما يمكنش يقول لك الإله كيفاش غادي تعيش الحياة ديالك. ماشي في مصلحة الإنسانية أن شي واحد يجي يقول لها كيفاش تعيش الحياة ديالك. إلا شي واحد كتب شي كتاب وقال لك ها كيفاش غادي تعيش الحياة ديالك، إذا نحكم عليك بالعدم،
يعني انت خصك ديما تبقى دير شي حوايج بواحد الطريقه معينه فيكس ستابل اند تشينجد. والحياه ما كتمشيش بحال هكا، كل شيء في هذا الوجود من سكوند لسكوند، كل شيء اللي في هذا الوجود كيتغير من سكوند لسكوند، كل شيء اللي في هذا الوجود كيتغير. ففاش كتجيب لي شي حاجه اللي خصها تكون تغير اكثر من الحوايج الاخرين، حيت في متناول الانسان كومبليتومون اللي هو الثقافه. الثقافه خصها تكون خصها تغير، خصها تكون اللغه خصها تغير. شتي مثلا اللغه ديال 20 عام ماشي هي اللغه اللي كنعيشوا دابا، واللغه حتى هي من مكونات الثقافه. الا اللغه كتغير، اذا كل شيء داكشي اللي في الثقافه خصو يتغير، حتى الدين خصو يتغير. لا بيرسيبسيون ديال غاد ديال الله اللي كانت عندنا 30 عام ديال هادي ماشي هي البيرسيبسيون ديال الله اللي عندنا دابا. 30 عام هادي كان عندنا واحد الله اللي عنده غير الشمس والقمر والنجوم، اوكي. دابا عندنا واحد الاله اللي كيملك 200 مليار. يعني احنا كنا خاطئين في الفيزيون ديالنا، حيت الفيزيون هي اللي كنبنيو عليها لا ديفينيسيون ديال الوجود، اوكي. كنا بانيين الفيزيون ديالنا والوجود ديالنا والفهم ديالنا على واحد الفهم اللي فيه الشمس والقمر. بطبيعة الحال دابا ملي ولا عندنا 200 مليار داكشي اللي كان اللي كنا كنعتقد، ماشي 200 مليار داكشي اللي كنا كنعتقدوا، اذا الفكر ديالنا والفهم ديالنا خصو يتغير ب 200 مليار مره. علاش؟ حيت الفكر ديالنا خصو يتغير اوفر تايم. لا بيرسيبسيون لا ديفينيسيون ديالنا للوجود خصها تبقى تتغير ديما. الوقت اللي غادي تحبس ما تبقاش تغير، اذا اتس دي اند، اتس دان، اتس فينيش، ما بقى حتى شي حاجه. كتجي عند واحد الناس عندهم ثقافه، وهاد الثقافه ديالنا شنو هي؟ لا فونداسيون ديالها هو هذا الاسلام، والاسلام ما كيتغيرش. كيفاش بغيتي انت تاقلم مع البيئه وانت كترفض وكتريزيستي تغير؟ باش عرفنا كتريزيستي التغير، حيت عندك شي حاجه مكتوبه. فاش كندخل الدستور المغربي وكنلقى للذكري مثل حد الانثيين، اي دونت هاف تو لوك فور، خصني نشوف بعيد. وغادي نرجع 1400 سنه وغادي نلقى بان واحد المنظومه ديال الزواج بغض النظر على البدائيه ديالها والهمجيه ديالها والجهل ديالها والوحشيه ديالها باقا عايشه معنا 1400 سنه ما تغيراتش. فاش كتشوف شي حاجه في هذا الوجود ما كتغيرش، كتسول علاش ما كتغيرش. something is wrong، شي حاجه خاطئه خصها تتغير. حيت هنا حنا ضيوف عند البيئه، حنا اللي كنتغيروا معها ماشي هي اللي كتجي كتغير معنا، اوكي. إذن علاش هاد الحاجة ما تغيراش؟ ولا ما تغيراش خصها تغير. واحد الإنسان بغي يتزوج 1400 سنة عايش في خيمة في الصحراء، ماشي بحال واحد الإنسان هاز الآيفون في يديه وعايش بالكليماتيزور وعايش. ميمكنش تكون عندهم نفس منظومة الزواج، what the fuck. ميمكنش تبني نفس المجتمع. عندك مجتمع اللي كل شيء تغير فيه، كل شيء، حتى شي حاجه ما بقات اون كوما مع قريش. جامي ما بقات اصلا. ديك الساعه ما كان عندنا معاهم حتى شي حاجه اون كوما. ديك الساعه 1400 سنه البيئه اللي عندنا كتختلف توتالمون على البيئه ديالهم. يعني هذا الشيء كان عندنا مشكل باك ده ديك الساعه، اوكي. نحن حنا كنعيشوا في هذا القرن، هذا وصلنا لواحد المستوى اللي بحال كتقارن سطل ديال الصباغه مع سلسله ديال الكلب ولا شي حاجه بحال هكا. nothing in common، حتى شي حاجه ما كاينه اون كومون. حنا باقيين شادين واحد المنظومه هي اصلها خرواني، هي منظومه محمد شي شماكري، يا ناس ما قاريش. شي ناس كيفتخروا بانه كان جاهل. حنا عندنا الجاهل هو شي واحد اللي حشومه عبار وشوها، انه واحد الانسان يكون جاهل، وكانوا كيفتخروا بها بانه كان جاهل. سدينا شي خرا عند شي ناس جاهلين متخلفين.
باش عرفناهم متخلفين. الناس كانوا كيعيشوا في الخيام، بنادم كيسرح، الفرعون كان كيسرح، بنادم غير الموت ديالو حطوط فاكن ديال الذهب والقلاوة والخرا، مشينا عند شي وحدين حداهم عايشين في الخيام وباقي كيقلب باش غيمسح زكو ولا واش يغسل واش يخش صبعو كله ولا يخلي ولا يغسل غير من الفوق. واش دينا داك الخرا ديالهم وبنينا به ثقافة، بنينا به المعاملات بيني وبين ولدي وامي والحياة والوجود وكاع داكشي اللي عندي علاقة به فهاد الوجود تقلو دخلو فيه الشماكرية ديال القريش. وهاد الخرا ماشي المشكل لأنه بدائي وجاهلي وعنصري وعنيف وكاع داكشي كاع دوك المسائل سي با سوفيزون، ما كيتغيرش ما كيتغيرش، خص تبقى غادي به. صح، وإلا ما درتيهاش والديك تيقول لك تاود القحبه وما مزيانش غنحيدو ديال امك الحاله المدنيه. علاش؟ حيت ما بقيتيش مسلم، خصك تبقى غبي وحمار بحالنا حنا والديك، خصك تبقى حمار بحالنا، وخصك تبقى تصلي وتعبد في قريش وتجمع الفلوس وتديهم لولاد القحاب في السعوديه منين عندك 50,000 طفل كينعسوا في الشارع. شنو هو هادشي السبب ديالو؟ السبب ديالو هو الثقافه العفينه، الاسلام، الاسلام ثقافه ديال التشمكير، حل عينيك خشي راسك في شي سطل ديال القهوه وشم شم هذيك القهوه باش تفيق الواقع. بنينا ثقافه ديالنا، العلاقات ديالنا، كل شيء داكشي اللي عندنا في هذا الوجود، وعشنا وشنا بان هادشي خلق لينا مشاكل، مشاكل كبار. قلبوا العائلات ديالكم وديال جيرانكم وديال احبابكم، دخلوا لكل عائله وغادي تلقاو بان عندهم مشاكل، عندهم الغدر، عندهم الكذوب، عندهم السرقه، الورد، شي كيسرق، شي باغي يكتب دابا، شي باغي يكتب من بعد، والروينه نايضه. وشنو كيخلق هذا الشيء؟ العداوه. منين جات هذه العداوه؟ من الاسلام. العداوة اللي عندنا في المجتمع، نقسم لكم إلى أكثر من 70% ديال المشاكل اللي عندنا في المجتمع السبب ديالها هو الإسلام. هو ذاك الفايبر، هو ذاك الكلاث اللي كنبنيو به الشخصية ديالنا حنا كإنسان. الإسلام هو النظر باش كتشوف الحوايج. أوكي، أنا لحد الآن ما نقدرش ناكل اللحم ديال الحلوف، ما نقدرش ناكل مثلا الحلوف بالبطاطا والزيتون، امبوسيبل، المعده ديالي ما كتقبلوش. علاش؟ حيت الثقافه ديالي كرهاتني في الحلوف. يعني انا كنشوف الحلوف بالنظر ديال الاسلام. كتمشي لثقافه خوين كيديروا الحلوف كيصوبوا لي العينين ديالو، كيديروا لي الشفار طوال وكيعكروا لي، عندهم واحد السين ديال الخير، كاين الخير. الصحه الاخوان، لاحظتوا هذه القضية؟ إذا مشيتوا للغرب غتلقاو مثلا دوك الصنادق، الحوايج اللي كيلوحوا فيهم فلوس كيخزن، كيكونوا على غالبا كيكونوا على شكل ديال، كيكونوا على شكل ديال حليليف. اش اللي بغيت نقصد؟ بأن الثقافة ديالك هي النظر باش كتشوف الواقع. اوكي، الثقافة ديالك هي اللي كتقول لك ها الواقع، ها البوزيتيف، ها النيجاتيف، ها اللي زوين، ها اللي ما زوينش، هي اللي كتقول لك الثقافه ديالك. سمعتيني؟ نقدر ندخلك دابا لشي بلاصه ونحط لك 40 دوله والماكله ديال 40 دوله، وانت غادي يبان لك احسن ماكله هي داك الطاجين اللي فيه القوق والجلبانه ولا كذا. علاش؟ حيت انت الإيفاليواسيون ديال الوجود ديالك كتبنيه على الثقافة ديالك. دابا فاش كتجيب الثقافة ديالك، حنا الثقافة ديالنا مثلا باش كنشوفوا الحوايج، كنشوفوا بواحد العين فيها الإسلام بزاف. يعني بحال كترجع عندك الشمكار ديال محمد وكتقول ليه ها دوك النظاظر، كتاخذهم عنده كتقول ليه ارى نشوف الوجود، واصلا محمد هو النظاظر ديالك. داكشي علاش فاش كتسول المغربي تيقول لك اليهود ولا القحاف، غادي نشدو دينهم، غادي نذبحوهم، غادي نقطعو دينهم من الراس، غادي نديو لهم، غادي نفعلو، غادي تقول ليه اوكي شنو هو المشكل ديالك مع اليهود؟ تيقول لك ما عنديش معهم مشكل، اماهم استعمروك مع موستر، اماهم سرقوك مع موستر، اماهم هجموا عليك شمال افريقيا مع موستر.
عندك معاهم شي جورة شي حاجة مصالح؟ نو ما عندي معهم معمون. ولك أخوك كتعاديهم، علاش بغي تقتلهم؟ علاش ما كتحملهمش؟ علاش؟ حيت انت وليتي هو محمد. اوكي راه ما يمكنش تحاول ما امكن تدير كاع داكشي اللي كان كيدير واحد الانسان وما توليش بحاله. بحال قلتي مثلا الكوبي براين يبقى يلعب وما يوليش تقريبا بحال مايكل جوردن، او لدي نفس الشيء مع اي واحد اخر. علاش؟ حيت فاش كتبغي واحد لا بيرسون تحاول ما امكن تولي بحالها، وفاش كتحاول ما امكن تولي بحالها كتبدا انت تتغير، كتعود بحال هذاك لا بيرسون. ففاش كتغير كتغير حتى في الاحساسات ديالك، حتى في البيرسوناليتي ديالك، كل شيء كيتغير فيك، حيت انت كتضيع واحد الطاقه كبيره باش توصل لواحد الهدف معين، هو تعود انت هو تبقى الاصل على محمد. بغيتي تصلي كيف ما صلى هو، وتاكل كيف ما كان، وتزوج كيف ما تزوج، وتعامل داكشي. علاش عندنا السيره النبويه العافيه؟ اذا حنايا راه تقدر يكون عندك تكون عبد ديال واحد الصنم كتمشي عنده كل عشيه، ولا كتمشي عنده في الصباح وفي العشيه وفي الليل، وكتمشي عنده وتقدر ما تلقاش معاه مشكل، حيت هذاك الصنم ماشي عاطفة، ماشي إحساس، ماشي جوارح، فهمتي؟ هذاك شي حاجة صمم ما عندهاش واحد التعبير. فاش كتهضر على واحد الإنسان، فاش كتهضر على واحد الإنسان، الإنسان مقدس، كيعود الشعور ديالو والوجدان ديالو والإحساس ديالو والبيرسوناليتي ديالو والكاركتيريستيك بسيكولوجيك ديالو كيبداو يتسربوا ليك نتايا، از اوبوز تو الى كنتي كتعبد واحد الصنم. الصنم صم، ما كيهضرش معاك بالعاطفه، انت بوحدك اللي كتكون لا سورس ديال هذيك العاطفه. فكيكون الصنم ارحم عليك من أنك تكون أنت والصنم، فهمتيني؟ يعني أن دابا ولا الثقافة ديالك هي الصنم، والثقافة ديالك دخل فيها إحساس، دخل فيها واحد الإنسان كيكره كان كيضرب المرأة، فاش كيقيم خصو يضربها باش يوصل لهدف ديالو. لكشي علاش دابا كنقولوا بأن احنا في واحد المنطقة ديال الخطأ، شي زون 52 ولا شي حاجه. اوكي علاش كنقولوا حنا في واحد المنطقه ديال الخطر؟ حيت الثقافه ما كتستوردهاش، الثقافه ماشي شي حاجه كيجي كتاب من السماء. فاش كتبغي دير التناسل حاجه اللي اكسيسيبل لكاع الكائنات الحيه، كل شيء اكسيسيبل. الطريقه باش غتنعس مع المراه، وشنا هي المراه والانثى، وكيفاش غتنعس معها، ولا الانثى بالنسبه للراجل، ولا شنا هو الراجل، داكشي كيكون فيهم كيكون جيفن، كيجي في الطبيعه، كاين في البيولوجيه، بحال المساله ديال الجوع والهديبيه والتنفس، كتعطيه لك هديه. نفس الشيء فاش كتبغي تبني واحد الثقافه، فاش كتبغي تبني واحد الثقافة كتريح وكتسنى الضرورة تبيح المحظورة. كتلقى مع واحد المرأة كديسيدي، هي المسألة تغي تغي سامبل، كتبغي تجوج كتمشي كتلقى مع واحد المرأة كديسيدي ها فين بغينا، كاين واحد الاسباس غتعيشو فيه بجوج، ها فين غادي نفرقو الاسباس بيناتنا، تري تري سامبل، كنديروها في الحياه ديالنا كلنا. اوكي وكنديسيديو كيفاش بغينا نتزوجوا. المشكل اللي عندنا في هذا الوجود كانسان يا الاخوان، ان هذا الوجود كان علينا بجوج، المراه والراجل، نخدمو باش نبنيو. انا كنقول لكم هذه فكره خاصه بي. اوكي المشكل اللي كنعيشوه دابا في هذا الوجود هو أن هذا الوجود ما مبنيش باش تكون طاقة ديال الرجل هي اللي دومينونت فيه. هذا الوجود أصلا مبني ولو ديفي ديالو مبني على أساس باش تنكاونت
اونكونتري هذاك لو ديفي ديال البيئه خص يكون واحد التوافق ما بين الرجل والمراه، يعني خصهم بجوجهم ايغالمو خصهم يتحداو البيئه. المشكل ديالنا كانسان هو ان الانسان الرجل هو اللي خدا الليدين تين. اوكي، ما تبنيش الثقافه ديالك، ما تستوردهاش. المراه كتبغي تجوج مع الراجل كيمشيوش لواحد الكتاب، راه الله ما غاديش يجوجك. راه الا كتقول بان الله غادي يجوجك راك حمق، راك مريض، راه خصك تمشي تزور ولا خصك تبخ. سمعتيني؟ الا كتظن بان خالق 200 مليار مجره غادي يجي يجوجك وغايقول لك هاي متى غتخشيه وها فين تجبدو، ولا خشيتيه هنا راه كيبقى فيا الحال، ما عمرو غادي يقول لك. راه غير انت يا الغباء ديالك، الغباء ديالك كتظن بان راه واحد راني عندي واحد القيمه وراه ارون. ها ما كيتفهمش هادشي. ولكن المعضله وهادشي راه كتكتشفوا بعد واحد سنين وسنين، وانت كتفكر باش توصل لواحد الفكره تري تري سامبل، ولكن خص يدوزو عليك ايمان وايمان وايمان باش كتوصل لهذه الخاتمه، وان احنا المقدس عندنا ما بقاش اله. مثلا احنا ما مشيناش عند قريش وقلنا لهم اعطيونا الاله اللي كتعبدوا باش نعبدوه، خدينا الاله اللي كيعبدوه والناس اللي كيعبدوه، حتى هما ولاو عندنا ولاو مقدسين. احنا ماشي مشينا واستوردنا واحد الدين ودخلناه في الثقافه ديالنا، احنا شدينا واحد الثقافه كاملها بكاملها وقدسناها وبنينا عليها المجتمع. هنا حكمنا على راسنا بالاعدام فاش كتشد واحد الثقافه وهذيك الثقافه كتعود مقدسه. اشنا هي مقدسه؟ واخا دير لك الضرار ما عندكش الحق تقول ما عندكش الحق. وهذا الشيء اللي وقع لنا في المجتمعات ديالنا، فاش كنمشيو كنشوفوا العائلات الخوت مخارين والخواتات مخارين والعمام مخارين وكل شيء مخاري على الورد، كنشوفوها مصيبه وكنبداو نلعبوا القوالب. قلت لكم انا عندي في العائله ديالي واحد الخوادري يشد عند والده غير البنات، ودابا ديما غير في المشرى وشي حاجه خصها ديما يجري ويحفظوها ويكتبوها في سميت البنات والقوالب. مشاكل عندنا، كنشوفوا المشاكل وكنعرفوا بان لا سورس ديال المشاكل اللي عندنا هو الدين، ولكن ما عندناش الحق نصحوا المشاكل ديالنا، ما عندناش الحق نقصوا من الالام اللي كنعانيوه. علاش؟ حيت الثقافه عندنا مقدسه، ثقافة مقدسة، إذن ثقافة ما كتغيرش، إذن انت خصك تكون انسانسيتيف للألم ديال هذه الثقافة، خصك تعيش به بحال كتشوف السرطان فيك وكتعيش به، وخصك تغديه في العود ما تحاربه، خصك تغديه. وهذا الشيء اللي وقعنا في الثقافة ديالنا، عندنا واحد سرطان في الثقافة ديالنا، ولكن في العود ما نحيدوه مقدس لواحد الدرجة أننا خصنا نغديوه. داكشي علاش كنبقاو نبنيو في الجوامع وكنمشيو للحج وكنزيدو نخراو على ولادنا بالقرآن وداكشي، حيت السرطان اللي هو الإسلام ولا الواجب ديالنا أننا نغديوه ونضمنوا ليه البقاء. إلا شي ولد من ولادنا ولا بنت من بناتنا بغى يخرج من هذا السرطان ولا بغى يحارب هذا السرطان، تنقول انت ورد القحبه وما مزيانش كنحيدوا للواقع الحال المدني. وهذا هو الكونكري ديال الاسلام، خص الناس يعرفوا اشنا هي الخطوره ديال الاسلام. عاد نرجعوا لهذوك الناس اشنا هو المستوى الثقافي، تيجي تقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كتقول اوكي شكون هو الرسول؟ اعطيني شكون أشنا هو هذا الرسول؟ هو شي واحد اللي بحال نيوتن اللي
ولا بحال فولتير ولا بحال اينشتاين، اشنا هو اشنا هو علاش غادي يجيب لي انا شي حاجه زوينه؟ علاش داكشي علاش كنقلبوا الاسلام كنلقاو كيفاش غتغسل الزكوك كيفاش غتخرى لا بغيتي تحيد ديمو شي واحد دماغه منين غادي تحيدو باش غتحيدو واش بالسيف ولا غتحرقو ولا ديما هو كتقلب شي حاجه خروانيه ديما واش غنغسل زكي واش غنطلقها واش نضربها ولا نضربهاش واش انا في عمرها 6 سنين واش انا دخلتو كامل هذه هي الهضره داكشي علاش حنا عندنا كاع داك الاسئله اللي عندهم بالاسلام فيهم واحد النوع ولا بحال ملقمين بالبدائيه والتخلف والهمجيه والتعثر كاع دوك الصفات المقودين علاش حيت الثقافه يا صاحبي ما يمكنش تجي حدا الاهرام وتعيش في خيمه امبوسيبل ما يمكنش تجي حدا الاهرام وتعيش يا تقدر تعيش بحالك في خيمه الا خرجتي من الاهرام ومشيتي ريحتي في شي خيمه باش تدوز تما يا الويكاند ولا تدوز شي سيمانه في عطله ولكن ما يمكنش يكون نمط ديالك العيش الا كان هكاك اذا علاش انت غتكون تستاهل هذيك ان خالق هذا الوجود غادي يهضر معاك علاش ما يمشيش عند الفراعنه من هنا كتبان لك بان وات ذا فاك از جوين اون هي بنادم ما قاريش او تبنات تدين امك باقي ما كتكتبش باقي ما كتكتبش اللغه ديالك ما كتكتبش اللغه ديالك علاش غادي يهضر معاك منين هي سميتها رساله اذا خصها تكتب اذا خصو يمشي عند شي ناس اللي كيعرفوا يكتبوا واللي كتبوا تعلموا يكتبوا دا قواعد ديال الكتابه والمجتمع كله كيكتب بحال البابليون المجتمع كله كيكتب والمجتمع كله قاري وكل شيء كيقرا وكل شيء عنده العلوم وعايشين طبيعي كياكلوا كيشربوا بخير عايشين لاباس ربما كانوا كيعيشوا بحال جدي وحق الله العظيم الاخوان الا رديتكم للدار ديال جدي غتقول البابليون كانوا كيعيشوا في الدار ديال جدي على الاقل كترجع لعند البابليون 3000 سنة ولكن ما يمكنش ترجع عند مال الخيام بنادم دين امك عايش في خيمة صيغة نصرفك ربك في خيمة عايش الناس عايشوا دولة الناس لحد الآن باقين حايرين كيفاش بناو هذاك الشيء ديالهم لحد الآن باقين كيتسألوا تيقول وك وك عباد الله هذا الشيء وبنادم جايبو ما عندهمش لغة what the fuck you expect بنادم ما عندوش مجتمع وما عندوش اللغه اش بغيتي يعطيك لا مجتمع لا مغا لا ما لا خضوريه لا فلاحه لا صناعه لا صيد بحري ما عندهم والو اش بغيتي يعطيك وما عنده والو اش بغيتي يعطيك كيعطيك التخلف كيعطيك الهمجيه وهادشي اللي كنعيشو فيه راه همجيه راه ما كيجيش 40 مليون جايعين شهر وما كيموتوا بالجوع شهر وما قاتل دين امهم العطش راه همجيه راه ما كتجيش تحارب الغريزه ديالك راه شتي الا قالك شي واحد ما تاكلش راه ود القحبه ما مزيانش اي واحد يجي يقول لك جوع كتقول ليه نعال دين ربك نجوع واش حتى دين امك مريض انا جاي باش ناكل وباش نشرب هو علاش كنجي كنشرب وكنبقى حتى كنعطش وكنعاود ثاني نمشي نشرب وكناكل حتى كنعاود نجوع وكنمارس الجنس حتى كنتوحشو ثاني وكنمارس الجنس اي واحد جا قال لك اوتغومون كتقول لي انت ود القحبه وما مزيانش عندك المصلحه في التعاسه ديالي ماشي كتبني على ربوب او 50,000 مسجد والناس كتفكين شي كيودن شي كيصلي شي كيتودى شي كيغسل شي روينه وهذا الشيء دابا إلا رجعنا قرينا التاريخ ديالهم شوفوا التاريخ ديالهم عطوني شي حيط خلوه لنا شي واحد شي حيط خلوه في هذه الجزيرة العربية شي حيط حيط كما كتفهمش شنو هو حيط جيب لنا حيط جيب لنا شي قلة شي حاجة كتدل على أن هذوك الناس كانوا تما وأن واحد الإنسان اختاروا خالق المجرات جابوا من هذه المنطقة أو ما يمكنش impossible
واحد الانسان خارق للعاده انه ما هضرش مع بوشعيب، ما هضرش مع الكساندر ذا جريت، ما هضرش مع نابليون، نو هذا هضر مع خالق المجرات. وخلي ربك شي حيط يا القحبه ولا شي بير ولا شي خرا. علاش كنعيشوا المشكله الاسلام دين مو مشكله، فين ما حطيتيه خصو يقودها، فين ما حطيتيه خصو يضرب لك داكشي اللي كان في بلاصتو، خصو يخلق واحد شي حاجه نيجاتيف. فين ما حطيتي ولاحظتوها الناس كيدخلوا الهنود فيهم مليار ديال الناس، ها كيدخلوا لاوروبا معمرين كاين الصوت اللي كانوا عندي ما كيتحركش. واو مليار ديال الناس، مليار ديال الناس الثقافه ديالهم قبل من الثقافه ديال العرب وديال الاسلام ب 4000 وربما كنظن 10000 سنه. هذه الهنود دخلوا لاوروبا كيتسمع الصوت ديالهم الاخوان، مليار ما كتسمع الصوت ديالو، حوايجو ما كيزير عليك، ما كيدير لك صداع، ما كيودن عليك، ما كيدير الميديا. الثقافة ديالو مخابية بحال الثقافات الأخرين، ما كيهضروش عليها الناس بحال أي ثقافة. سيم شيت مع 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 الصين، الصين وأمريكا كاع داك ديال آسيا، الصين وآسيا كلها جمع نورث كوريا ساوث كوريا فيتنام كاع داك الشيء معمرين العالم كامل، عندهم مدن خاصة بهم، مدن مدينة وسط مدينة، شحال بهم وسط المليار ديال الناس، شي صداع شي غوات والو، ناس عاديين لابسين كلب الشونغاي ديالو، فهمتي الكتبة ديالو الماكلة ديالو كل شي عادي، مدخل الماكلة ديالو الاخرين مدخلين سوشي عاديين، تا واحد ما يكون. كنجي عند المسلمين كمشة ديال المخيات، كميشة ديال المخيات، كنهضروش على المسلمين، كنهضرو على هاد المسلمين ديال ضرب شوية من عند باكستان وافغانستان لهاد الشيء. حزيق الروب نوضين الروينة في أوروبا، بنادم ولا كيتفرقع الصابويات ولا كيتفرقعو، بنادم ولا كيحرط الطنوبيلات الفاس الجناوة، الروينة نايضة باغ كوانسيدونس، باغ كوانسيدونس أن الهنود عادية، الأوروبيين عادية، أمريكا اللاتينية عادية، إفريقيا أفارقة عادية، كل شيء عادية. كتجي تل عند المسلمين علاش؟ واش عندهم اون كوما؟ محمد. باغ كوانسيدونس، ماشي باغ كوانسيدونس، اذا كاينه شي حاجه في الثقافه، الثقافه ديالهم كلهم هو محمد. اذا الدين ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير خصنا نسولو راسنا ونكونوا فيغيتيك مع ريوسنا، ونخرجوا عينينا ماشي في الناس، في ريوسنا، ونقولوا اشنا هو اللي زوين في الدين. الا احنا عندنا الدين والناس اللي ما عندهمش الدين باش احنا احسن منهم. وغادي نوصل للخاتمه بان الدين هو المشكل، راه الدين ما جاش باش يكرم الانسان، ماشي غير الدين، اي ايديولوجيه ما كتجيش باش تكرم الانسان، راه الدين ما جاش باش يكرمك، راه جا باش يستعبدك، راه محمد فجا راه جا باش يستعبد الناس، راه ما جاش باش يحررهم، راه كون جا باش يحررهم كنا بان لك في التحرير ديال الانسان، كنا بانت لك في التعامل ديالو مع الانسان. هو ديما عا كيضرب محمد، عا كيضرب وعا كيقطع في الرقاب وكل شيء، وعا كيبيع في الانسان. إذا محمد عدو الإنسانية، الإسلام عدو الإنسانية. ياك شفنا كانت العبودية، شفنا محمد قال شي حاجة عن العبودية، شفناه قال what the fuck ولا غير point exclamation أنه الإنسان كيتباع وكيتشاع، شفتو غير في هالشي، ما غيروش، ما غير في تا شي حاجة. واش رسخ هذا الشيء؟ واش زكاه؟ وي جا وقال لكم استعبدوا الناس، وكيفاش تبيعوهم وكيفاش تبيعوهم وكيفاش تنكحوهم وكيفاش لا بغيتي تجوجوهم، هالحقوق اللي عند العبيد
العين بالعين والسن بسنك الخرا كامل. العين بالعين والعبد بالعبد والحر بالحر، فهمتي؟ الا شي واحد جا قتلك العبد ديالك انت عندك الحق تمشي تقتل ليه العبد ديالو. اللي ما بغيتيش تفهمها ما تفهمهاش، ولكن هادشي اللي كتعني. واش غيروا ما غيروش؟ بحال هاد الانسان ما كتمشيش تقول ليه اعطيني الفكر ديالك باش نبني به مجتمع. الا شتي واحد الانسان كيقتل كيذبح كيسرق دارهم كاملين، ما خلى حتى شي حاجه محمد، كل شيء داروه، حرقوا بنادم، ذبحوه، نكحوه، سبوه، قطعوا ليه يديه ورجليه، كانوا كيجيو لشمال افريقيا كيحيدوا البنادم لا لافغ ديالو. اوكي كيحيد ليه لا لافغ، ما ماكشتي شي واحد كيضحك ما عندوش لا لافغ، والله العظيم بالله. اوكي فاش كتشوف واحد الانسان مجرم ما كتقولش انا غادي نمشي ناخذ الفكر ديالو، او لا ربما الفكر ديالو فيه شي حاجه بوزيتيف. اوكي كصافي كتنيس، ماشي كتشوف واحد الانسان كتلقاه ديال مو كله سيكاتريس وديما مخاري، ديما البوليس كيدقوا، ديما ثلاثه ديال الليل، ما كتمشيش تقول لي اجي انت غادي تمشي تربي ليا خويا خصك تقرر. نفس الشيء شفنا واحد الانسان وماشي خباع علينا، محمد ما خباع علينا والو، محمد قالهم لينا كاملين، محمد بحاله قال لي شتي القران بحال كتبتي فيه في العود، ما تكتب القران كريم غتكتب فيه انا ولد القحبه مقطر، محمد كيهضر نفس الشيء، ما خباع علينا في القران حتى شي حاجه، قالها لينا، قال لينا انا اولا راني ولد القحبه محمد الرسول، قالها لينا في القرآن، قالها لينا في الحديث، قالوا النبي أن راه عاود لينا هو كيفاش كان كيقتل وكيفاش سبق وكيفاش النكاح ديالو الزينة اللي دار في حياته، عاودهم لينا كاملين، ماشي شي حاجة اللي خباها لينا، مكتوبة ومفسرة وألف وبعمائة عام وما كيكتبوا فهاد الشيء وكيعودوه باش يوصل لينا. وهذا الشيء كله كيعبر على الهمجية ديال هادوك الناس، ناس همجيين، ناس بدائيين، ناس متخلفين، ناس جاهلين. أوكي وحنا شديناهم، هذا الشيء خصنا نعيقوا به، خصنا كلنا نعاوب الخطورة ديال الدين. السوتو دابا فاش وصلنا لهذا العالم ديال لانفورماسيون داك الشيء وديال التكنولوجيا، ولات كتبان لنا واحد لا ديفيرجونس كبيره، واحد الهوة كبيره ما بين داك الشيء الفكر المتخلف البدائي اللي جاب الاسلام وهذا الشيء اللي وصلت ليه الانسانيه. فما بقاش الاسلام شي حاجه صعيبه تتخلى عليها، ولكن احنا فينا واحد الزملة كمجتمع، ولا عندنا الدين معيار، الدين عطيناه اكثر من القيمة ديالو، كاع الناس عندهم الدين عنده واحد القيمة كبيرة، ولكن احنا في المجتمع ديالنا خرينا كاع، زدنا في دين امه. علاش؟ فاش كتجي وكتعيش وكتاخذ الفكرة باش كتعيش الحياة من الدين مصيبة. إذا كان الأساس ديال الحياة ديالك بنيتي على واحد الفكرة جابها الدين مصيبة، حيت الطاقة ديالك غادي تخسرها في الحياة ديالك بازي على لا نوسيون اللي عندك على الحياة. ولو سكسي ديالك ديبون على الفكرة اللي عندك اشنا هي الحياة. احنا عندنا في المجتمع ديالنا وهذه حقيقة كنعيشوها كاملين، كاينين دي زكسبسيون قلال، ولكن لا نورم هو انه احنا هادشي كلنا كنعرفوه ما نتهربوش منه. احنا ما هي الوجود عندنا؟ كنجيو كندوزو امتحان، وهاد الحياة ما عندها حتى شي قيمة كومباري مع الحياة الأخروية.
هذه هي ما هي الوجود، هذه هي فلسفة المسلم. يطير تاعية ونقص تاعية ويطلع لها من هنا ويطلع لها من هنا، ولكن غادي يجيك للصراحة، غادي يقول لك بأن الفهم ديالي ديال الحياة هو أنه كان جي هنا باش نعيش ندوز امتحان. يعني الفهم دياله والفهم ديال القريشي سونت ايدونتيك. اوكي، بحال بحال واحد الفكره جابها واحد القريشي جد همجي متخلف كيعيش في الصحراء، جيتي نتايا عندك نفس الفكره ما تغيراتش لمده 1400 سنه. اذا غادي تبني مجتمع ديالك على هذيك الفكره، وغادي تبني البيرسوناليتي ديالك على هذيك الفكره، وغادي تبني البسيكولوجي ديالك على هذيك الفكره. يعني خص كاع داكشي اللي كدير في حياتك يكون متناغم مع الميشن ستيتمنت اللي عندك انت، ولا ميسيون ديالك في الوجود هو انك تعيش بحال الحياه اللي عاش محمد. إذن فاش كتشوف المجتمع كامل كيبان لك بأن عندنا واحد البورسونتاج كبير من الثقافة ديالنا اللي بدائي، وبدائي بمعنى الكلمة. وديما كنرجع لهذه النقطة، أن مستوى التمدن أو التحضر ديال قريش لا يقارن مع الرومان ولا نو، يقارن مع ما قبل الحضارة البابلية. الناس فاش بناو بابل الإخوان، راه مشات هذيك اللحظة، مشى هذاك الفكر ديال تعيش في الخيمة، ما بقاش. بداو الناس كيبنيو المدن. إذا هنايا خطير هذا الشيء فاش كتحل الدين بالصح، وسيتو ان احنا دول متعثرة، احنا لحد الان ما قادينش نبنيو دولة. دابا كاين شي ناس اللي هما بناو دولة حجرة بحجرة طوبة بطوبة، بناوها، بناو مجتمع كامل طوبة بطوبة، ما استوردوا حتى شي قلوة، كل شي بناوه طوبة بطوبة. احنا ما قادرينش نبنيو مجتمعنا. الشيء اللي كنشوفو حنا الدول فرنسا والانجليز والالمان، هادو ناس بناو، احنا ما قادرينش ننقلو منهم. هما خصهم ينتجو هذاك الشيء، خصهم يبدعوه، خصهم يبتكروه، خصهم يخلقوه. احنا يطلبوا منا غير باش نديرو بحالهم، ان داك الشيء اللي دارو ننقلوه. ماشي كتقول لي انا غادي نعلمك الفورميلا كوادراتيك ولا نو، ماشي كتقول لي انت خصك تخلق الفورميلا قدرب عليها 3 جينيراسيون 4 ما شاء الله تجي، كتقول لي ها الفورميلا راه مقاده مصوبه غير نقلها دير بحالها. بغيتي تبني دوله، ها كيفاش كتبني دوله؟ بني بحال الدوله سهله، ماشي بحال غادي تبنيها فروم سكراتش، ان ما عندك والو، عندك غير افكار وخصك تطبق وتدخل من الواقع والمال. إذن هنا المشكل اللي كنعانيو منه مشكل ثقافي، مشكل ثقافي سلاش ديني. وتيغوتي تيقول لك لا خص المجتمع يتغير، المجتمع راه خص لا واحد، خص يكون واحد ديفيكسيون، خص واحد، خص بنادم يبدا يديفيكتي، خصنا نبداو نهرسو ديك السلسله ديال الجهل وديال التخلف اللي بقات متوارثه، خصنا حنا نهرسوها. كيف ما حنا كندير، كيف ما وقع دابا، ماشي حيت حنا بغينا، حيت البيئه فرضت عنا، البيئه قالت لينا هاد الثقافه راه مقوده، حيت كل بيئه كدير فاش كتشوف شي حاجه مقوده وخصها تمشي وتبلاصيها بشي حاجه زوينه، كاينين دي فورس ديال لونفيرونمون كتستعملها البيئه باش تحارب. بحال هادشي اللي كنديرو حنا يا ديبا، حنا غير نوسون دي زوتي بحال دي سنسر، بحال شي دي زوتي اللي كان سانسلي، واشنو اللي في الثقافه خصو يمشي للزبل.
الثقافة هي كتغير، الثقافة كتغير continuously، ديما كتغير الثقافة، ديما كتغير كل شيء كيتغير في الثقافة، الثقافة كلها كتغير. يلا بارك علي يا اخوتي، انا دوست معكم على الاقل شي ساعة ونص، كون شد الحساب. ميرسي بيان ليغ بوكو. هما اللي عطاو الحياة ديالهم للدين، ولكن راه البيئة هي اللي كتحيد الدين. دابا عندهم البيئة غادي تغيرنا التكنولوجيا وهادشي اللي كنعرفو، تسناو مازال واحد 3 شهور اخرى فهمتي، وهادشي اللي غيعرف بنادم على لونيفيغ باكي غير خصها. بعد في النهضة الأوروبية كانوا بزاف ديال الأوبئة، وكيفاش جات النهضة الأوروبية هو الإبداع، الفن. بنادم ولا بغى يعيش الماكسيموم، حيت بنادم ولا كيموت بحال الدبان في واحد الفترة، كان أعتقد في 1500 قيل 1535 ولا 1600. واش داروا الناس؟ ديسيداو بأن بنادم كيموت أرى نعيش الحياة ديالي أفو، وهنا يبدا الابداع، بداو الفنون، بنادم ولا كيتلذذ بالحياه. وهنا فاش بدا بنادم كيتقدم وداكشي، حيت عطاو قيمه للحياه، لو كيقولوا الحياه اللي كاينه هذا هو البريسيو، داكشي اللي من بعد الموت ما كنعرفوش، اذا نهتموا بالحياه. اشنو بداو ولا كيمشيو للحاجه اللي فيها الموتها، اكتشافات والراس مبدع لاشيتكتور داكشي فهمتي. بنادم ولا كيبني ولا باغي يعيش زوين ولا باغي ياكل مزيان ولا باغي فهمتي. نفس الشيء كيوقع هنايا، بنادم ولا كيشوف ولا كيرياليزي بان راه كاينه غير حياه وحده، هذه ولات حقيقه، وفرضات البيئه فرضات على الانسان باش يفهم. اوكي، اذا هما الدين ديالهم باش كينتشر، الاسلام ولا المسيح كينتشر بالناس، هما اللي كي اللي يعطاو الدين حق البقاء. حنا عندنا البيئه هي اللي خدامه كتقصي الدين، حيت واحد الانسان غادي يريح وغادي يستعمل عقله شويه، غادي يقول لك اوكي راه ما كاين لا الله لا مولاي بويه. فاش كان مرض راه مع الله ديما كنطلبوه، ما عمرو شفناه جاوب على شي سؤال. فلسطين شحال هما كيطلب، داز عندنا تسونامي مات فيه شي 500,000 واحد، الله ما تحرك. ديما كنقول الا شديتي الاطفال ديال العالم كله وشديتيهم درتي واحد البيسين سخون ديال الزيت وبديتي كتهزهم بالبيلدوزير وتلوحهم في هذاك البيسين ديال الزيت سخونه ودير واحد الشبكه باش تصيدهم، فهمتي كيديروا الشناوه، الله ما غاديش يتحرك. كون كان الله غادي يتحرك كنت تحرك في الجو. كاين شنو اللي غادي يوقع من هنا شحال قلع 3000 شي حاجه 3090. كاين واحد نايزك في اكثر من قلع 2 كيلومتر ما عرف دولتي، كتعرفوا هاد المسألة وي هو اللي غادي يصيفطوا ليه الشينوا باش يفرقعوه ياك وقيلا لا اش من شي اش غادي يفرقعوا حتى باقي ما لقاوش ليه حل لحد الان. نيزك ديما تيدور علينا ياك، لا كاين واحد خصو غير شي وحدين كيخرجوا من لوبيت، ودابا اللي كيشوفوا فيه راه ناس هنا في واحد الولايه عند ناس سميتها كولورا، عندهم الناس عندهم بيجي خاص، الناس يوميا مريحين وحاضين لسباس يوميا، حيث هذه المهمة ديال الأمريكان أن تحمي الكرة الأرضية. علاش إلي أفونسي في هذا الشيء ديال الأستونومي على الدول الأخرين بزاف؟ أوكي، يوميا الفلوس كتخسر على شي ناس كيشدوا الزبابل ديال الفلوس ديزانجينيور ومريحين حاضين هاد النايزكس وكيشوفوا اشنو هما الحلول، وحطوا كاع الحلول وشافوا كيفاش غادي نتعاملوا معاه. ولحد الان يا با دو سوليسيون، واحد حاضي ليا الحزقه والبوله
واش حزق واش حزق فيها الشاش وهادشي فرض علينا البيئه حتى حنا ماشي غير جينا وخرجنا من الدين راه البيئه اللي فرضت علينا نخرجوا من الدين حيت البيئه جابت لنا واحد سيت ديال لي بروف وديال الافكار اللي كتدل على ان وي اون اور اون حنايا هنا في هذا الوجود بوحدنا راه ما كاين حتى شي واحد كيضمن لينا بان الشمس غادي تشرق في الصباح حتى شي واحد ما كيضمننا ان هذا الكوكب غدا غادي يدير بوم يتسطح مع واحد اخر ومشينا كلنا داكشي اللي وهادشي عبر عليه الانسان على الانسان بقى كيتسنى الله يدير ليه شي حاجه الانسانيه ما بقاش كتسنى الله وشفناها كلير مع كورونا حتى واحد فيهم ما مشى قالوا عندو دعاء كورونا السعوديه الي جمعوا القلاوي دعاء كورونا لا ما خصهاش نتجمعوا لا غادي نتجمعوا غادي نديروا الدعاء كون عاد جمعوا كاع المسلمين مشاو لمكه تما وداروا الدعاء على كورونا المهم التوعيه راه مزيانه الاخوان التوعيه انا نقول لكم واحد القضيه ان الانسان فاش كيخرج من الدين كتبدا تبان ليه المصلحه ديالو كلير بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الطاقه والاهتمام واستثمار كيكون في شي تخربيق وشي خرا وداك الشيء رغم ان احنا باقين غاطسين في الدين فهمتي بحال هذا الوقت اللي كنهضروا فيه حنايا وداك الشيء كان علينا ما نكونوش كان عليا دابا انا نكون مثلا ليح شي صناره شي حدا شي واد ولا شي بحر وكنصيد ولا طالع شاد شي دي جمال وكنصور شي فراخ ولا شي حاجه ولكن مالوغوزمون مريحين كنهضروا على هذه الخرا ديال محمد الصباح والعشيه الحاجه اللي كيستافد الانسان فاش كيخرج من الدين كيبدا يعرف فين كاينه المصلحه ديالو وكيولي يعرف فين خصو لينيرجي وكيولي يعرف بانه راه هو لو سونتر راه ما كاين حتى شي واحد اللي كيتسالو شي قلوه في الوقت ديالو ولا في الفلوس ديالو ولا حتى شي واحد حنا هاد الدين هذا دخلنا في العظام ديما خصنا ندعو ليه وفعل ليا وكوز ليا وبني ليا الجوامع وجوع على قبلي وسيرتو الدار على قبلي وبني المدارس ديال فيهم الدين على قبلي ودير المساجد ودين هادشي راه كلها طاقات مهدورة ضيعة فوييه المهم انا عييت الاخوان مرة كنت نفخ ديما الاخ ابراهيم تيقول لي يا ما بقيتيش باغي تهضر معنا ويكون دابا ابراهيم نعس المهم الاخوان خذوا المايك شكرا